البنات الغديوه طابت، رانيا كتاكل فوق البوطاجي، يعني راه ما شاء الله جربوها. كلاتها قالت لك قولي لهم كي جات رانيا. واه ماكلة زوينة ما شاء الله، اللهم بارك. الكبيدات خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، لايكات وسبسكرايب وبعدين فاميلي شومية كتبغيكم كاملين. كاملين عائلتي، انا كنحس بكم عائلتي مهما واقفين معايا، كنحس بكم عائلتي خوتي وحبابي. سيروا لهلي خطيكم، ورانيا راه لبسات وجدات حيت نخرج انا وياها بلاتي، ايوا راه وجدات واش غنديروا لا لا. يلا الكبيدات خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم البنات الدراري، كيف دايرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. الله يسهل عليكم داخل المغرب وخارج المغرب، الناس الجزائر الناس كاع الدول اللي كتفرج فيا وكاع المغاربه وكاع الجزائريين. سيروا بغيت ربي يسهل عليكم على اي واحد طيب واي واحد زوين وكيبغي الخير، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويحن عليكم يا ربي. شوفوا البنات راه قتلتني الحراره، والكذوب على ربيها الحراره. الحمد لله يا سيدي ربي، وزيدنا واحد الناموس ديال الهنديه، شغنقول لكم داير فيا المنكر. المهم كانت حدانا حنا الهنديه، هذيك الهنديه مرضات، من مرضات ولات كتلقى واحد الناموس كيما درتي كيدخل عليك. تشوفوا هنا غير الخلا والجبل. المهم الحمد لله يا سيدي ربي، حمدناك يا سيدي ربي، والله انا ديما كنقول الحمد لله يا سيدي ربي. المهم الكبيدات ديالي جيت نشارك معكم هاد الصباح ديالي، اقسم بالله مازال ما درت والو. ثم من البارح تعشينا، درت لهم بيضات و اتاي باش تعشينا، مازال ما غسلتهمش. وانا بغيت انت مشيت للحانوت جبت الحليب، وجبت حيت بغيت ندير معكم واحد الوصفه للغدا ساهله وبسيطه وزوينه، توجديها في 5 ديال الدقائق احسن حاجه. انا بالنسبه ليا ديما كنديرها البطاطا، كتشي في الكوكوت مع البيض. المهم غادي تشوفوا الطريقه. كان خصني زعفران، مشيت زعف زعفران، واحد كنوره، شفت بعض البيضات حيت غادي ندير الغدا ديك البطاطا مع البيض. كتعجب وليداتي كيحماقوا عليها. الاول الكبيدات، القهوه ماشي القهوه، دابا الكبيدات انا كنت كنشرب القهوه، انا مبليه بالقهوه واصلا نشربها كنموت عليها. طبيبه شنو قالت لي؟ قالت لي ما تشربيش القهوه واتاي على فقر الدم، وما تشربيش الحليب على الكوليسترول. وقولوا لي اش غندير؟ الله يرحم ليكم الوالدين. شنو ندير شنو ندير؟ كنجيب نسكافي، يعدي نسكافي، وكنجيب الحليب وكنديرها معاه. واللي ماشي الراس ديالي كيبغي يتفرقع ضروري القهوه ما كنشربهاش، كندير نسكافي مع حليبه. جبت هذا كبير يطرو، علاش ما كنجيبش ديما الحليب؟ والله ما نكذبش عليكم، والله ما كنجيب ديما اقسم بالله، ولكن من كنجيب نجيب يطرو على حساب رانيا وبراء كلشي كيعجبو الحليب. صافي بلاتي غادي نطيب حنا. والله خوتي انا كنشارك معكم، سمحوا لي حتى نشعل داك الحليبه طيب. الكبيدات انا كنشارك معكم حياتي، حمدتك يا ربي وقبلتك قناتي، طلعت بحياتي انا وبسميه. وديما كنقول لكم بابي مفتوح لاي واحد، واللي قبل عليا نزلو فوق راسي وفوق عويناتي، والحمد لله راه ولينا عائله وحده. يعني مهما كتفرجوا فيا وكتشجعوني وكتساعدوني وكتعاونوني، الا وحنا عائله وحده، وراه ما داير والو في الدنيا. سعداتك يا فاعل الخير، واش نقول لكم؟ انا ما كيعجبنيش نقضي الشغل هنا، كيعجبني السطح، نموت على السطح البنات والله. انا صافي شوفوا بسميتو، شوف كلشي رشا وحق الله معليش. المهم هاد الوصفه ما
ما غاديش نديرها معكم دابا حتى بلات واحد شويه. انا ما نحيد هذا الروينه هنايا اللي معايا بلات انا ندير واحد الحار ونحيد ما والله يا بنتي لا تقعد والله شغال ما كرهتش واحد الحار البنات ما كرهتش ولكن معليش موجود الله سبحانه وتعالى وانا هادي وانا جوج كيسان مشاو هانتوما راكم اذا تشوفوا هاد التباصل اقسم بالله اقسم بالله الا قبل ما تخلق رانيا وديال القلب قبل ما تخلق راني وما عندي جوج وحق الله العظيم قبل ما تخلق راني كندير ماشي يعني عندي شي وحيدين هنايا عندي دوك الجوج عندي هنا واحد ربعة هما وعندي دوك الصغورين ولكن ملي كيجيو الضياف بحال دابا هادو كنحط فيهم هكا السماه والمغرب وعندي جوج من هنا عندي واحد ديال الطاوس هاو هانتوما دوك العادي راس مال ختكم سوري دابا راس مالي صافي شتو هادوك شريتهم الجوطية هانتوما ديال مليليا شحال ملي كانت الخدمة وكانت ليامات زينة المهم الكبيدات انا غادي نغسل المعينات وغادي نجمع هادشي من هنايا وغادي نقشر نقي بطاطا وغادي نرجع معكم غادي نوريكم الوصفه ديال البطاطا زوينه وسهله وكنتمنى اي وحده تجربها اي وحده تجربها خليكم مع الفيديو حتى نجي نوجد وغادي نوريكم المقادير هانتوما الكبيده راني تصور درت الحليب بغيت ندير نسكافيه للدراسه لقيت السكر والو يا عاد صبت عليك السكر هو عاودتي لا اله الا الله هانتوما البنات كندير لي زقايه هاد السكر بارك عليا الفيديو اليوم زوين ديري هكا وديري هكا هاهو شيت هنا هادشي تشربي عاد ولا نطيبك بلاتي تشرب راه يلاه كحزلي وحركي اختي مزيان عاد جيبيها لي يلاه سيري هانتوما كبيدة الوصفة ديالي عندي هنا البطاطا عندي غسلتها نقيتها وغسلتها عندي التومة عندي الربيع عندي مطيشة شغندير البنات هادشي كلشي مغسول عافاكم جربو هاد الوصفة هانتوما كبيدات نحك التومة نحك الكبيدات ديالي شكرا على والله على التفاعل ديالكم هانتوما الكبيدات ديالي نحك هاد جوج مطيشات عرفتو الوصفة كتجي خطيرة البنات خطيرة 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 ما نطولش عليكم الفيديو نكمل الحكان ونرجع ديال مطيشه وبصله ونرجع ديال مطيشه ونرجع معكم نتمنى هانتوما الكبيدات نتمنى يكون الفيديو واضح حكيت الثومه ومطيشه كنأكد عليكم جربوها جربوها الكبيدات اللي عنده الوليدات عاد خم هذا مخا غير بوحدو زوينه الاكله والله هانتوما قطعت الربيع دابا شنو غندير البنات نحل كوكوت غنخوي فيها هاد المطيشة والثومة ونقصبو راه البنات كاينين جيران كاينين الجيران يعني المهم بعد شوية
كيتفرجوا في الوصفات ديالي. والله الا وحده قالت لي لا كنطبق داكشي اللي كدير السوميه كنطبق. واخا الكبيضات انا جبت واحد الدرهم ديال الزعفران نتوما ندير شويه زعفران ندير هنا تنجمع درت فيها شويه زعفران ضروري على حسب اللون. درت واحد كنوره شويه الكامون باللي ايه شويه الملحه حيت كنوره كنور مالح. دابا غادي ندير الابزار خلقو العطريه كامله الكامون حتى هو راني درتو سكينجبير فلفل احمر صافي فهمتو البنات العطريه كامله شويه الزيت البصلة لا البصلة لا ما كنديرش البصلة الثومة مطيشة القزبر ماشي معدنوس القزبر والعطرية كاملة بطاطا شوفوا كي كنقطعها البنات هانتوما ماشي غليظة ماشي رقيقة باش حيت كنسد عليها انا هانتوما الكبيرات هانتوما واحد دقيقة نجيب الماء ونوريكم شحال ندير في هاد الماء هانتوما الحب كاس الكبيرات هاهو معمرتوش كامل مزيان غنسد عليها غنقص البوطة هكا يعني نقص لها باش طيب باش طيب على خاطرها كتصفر نقص عليها البوطه كتصفر. المهم كنحسب لها شي 3 دقائق صافي كنطفي عليها دغيا دغيا مي كنطفي عليها كنحلها كندير فيها البيض. المهم عرفتوا شنو الكبيدات انا غادي هنايا درت معكم المراحل كلهم غادي من نطفي عليها باش غادي ندير البيض وتشوفوا كي جات غادي نرجع معاكم. والكبيدات الكوكو طابت ها هي طيطة طابت الله يا ربي الله ما شاء الله البيضات هاهما غسلتهم على يدي لي بيضات البيضات والبيض اللي كتعجبك واو وما تنسى ساليت هدرتها حيت باش نوري البنات هانتوما الكبيدات سمحوا لي دقيقة نجيب معلقة هانتوما الكبيدات شتو غنولي نشعل عليها البطاطا طايبة ما شاء الله شنو نقولكم راه خطيرة خطيرة هانتوما شوفوا البنات دابا شكن من درت داك البيض كنقبض شويه الكامون البلدي شوفوا البنات كندير هكا ياك هي البوطه شاعله درت البيض سديت عليها كنطفي صافي
واحد 5 دقائق نحل ليها كنلقاها ما شاء الله خطيره. وشكرا لكم ولهلا خطيكم، وكنتمنى تقبلوا عليا وتشجعوني وتساعدوا اختكم سميه. سيروا راكم عمركم ما تخيبوا، خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.